سلام صحابتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم مجموعه من الاكسسوارات اللي توصلت بها مؤخرا. البنات اللي متابعيني في البلوغ راه شفتوهم فاش وصلوني. مهم الاكسسوار البنات هادو كاملين اللي توصلت بهم هاد المره حمقوني شي حاجه واعره، شي حاجه واو. لهذا لك نتوما محبين لي زاكسسوارات تفرجوا في فيديو كامل، اكيد غتلقاو شي حاجه اللي غادي تعجبكم. واغلبيه الحاجات اللي خديت معهم يعني شي حاجه سامبل شيك اللي كتجي مع كل شيء وتعجب اغلبيه ديال البنات. وبغيت نقول لكم هو انه فاش وصلني هذا الشيء ما كيتعطلو حتى شي حاجه، يعني تقريبا الا تعطلو 15 يوم يعني فاش كدوزوا لا كوموند وكتخلصوهم. هاد المحلات يعني هما محلات كاين في انستا، اسمحوا لي، كاينين في علي اكسبريس. يعني ملي غادي تدخلوا تاخذوا من علي اكسبريس يعني وقعت شي حاجه وصلتكم شي حاجه مقطعه ولا يعني ما تعرفوا توصلكم شي حاجه ما شريت تماك، تقدروا ترجعوا فلوسكم يعني بكل سهوله، لهذا كل ثقه. ولكن هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، توصلت بيان حتى حاجه ما وصلتني خاسره، حتى حاجه ما وصلتني مقطعه. مهم هانتوما غادي تشوفوا دابا كلشي. غادي نبدا اول محل البنات توصلت من عنده بلي زاكسسوار، هما اكسسوارات كلهم خديتهم باللون الذهبي. عندهم البنات داكشي كيحمق غادي تدخلوا ما غاديش تسخاو تخرجوا من تماك من غير لحطيتهم ما عرفتش شحال ديال الفلوس، لان عندهم داكشي كيحمق والازمنه مناسبه. لانه هادشي صراحه انا مثلا هاد البورتي راه عتديرها تقريبا نهار فاش وصلتني وما كينسخوش، غير هما خصنا نحاولوا ما نقيسهمش بالبارفان، راكم عارفين لانهم يعني هما لي زاكسسوار اللي كيبقاو معنا واحد المده ومن بعد كيخسروا. لهذا قد ما حاولنا عليهم حسن ولا بجافيل ولا شي حاجه. اما صراحه الماء العادي والدوش داكشي كنت مخليها في يدي وكان زعما كندوش بها كنقيس بها الماء هكا عادي، ولكن ملي تغسلوا الماء وديروا جافيل ولا شي حاجه ردوا البال. المهم اول حاجه البنات وصلت بها هي هاد البولسيره من عندهم هادي اللي فيها بحال الخميسات كما كتشوفوا كتحمق شوفوا كيجي فيها. هذا الا بغيتوا مثلا توسعوه ولا تزيروه، بالنسبه للبنات اللي عندهم ليديدات صغارين بحالي يقدروا يديروه قصير بحالي، واللي عندهم ليديدات مديب بزين يقدروا يديروه طويل اكثر. المهم كتحمق هاد العيبه، وانا كدايرها هكا مع الساعه صراحه جات غزاله كتحمق، شفتوها فيها بحال الخميسات وهذوك الحجيرات الابيض. بالنسبه للبنات هادشي كلشي غتلقاوه بلا بغضه فوق، غير تكليكيو غتمشيو ديريكت لاي اكسسوار حطيتو لكم هنايا، يعني ما تحتاجوش تبقاو تقلبوا. وديك الساعه دخلوا المحل وشوفوا لكم تعجبكم شي حاجه اكثر من هادشي اللي وريتكم، اللي اكيد غتعجبكم كلشي خصوصا هاد المحل عندهم داكشي كيحمق. ثاني حاجه البنات اللي خديت من عندهم هي هاد السنسله هادي، راه كلشي كيوصل بحال هكا، هذا وصلني بحال هكا، كلشي كيوصل زعما كيوصل زعما مزيان ما تخافوا والو. المهم البنات السنسله هي هادي كتجي بحال هكا كما كتشوفوا، وكيجي فيها هذا الا بغيتو تكبروها ولا تصغروها كما كتشوفوا. هادي كتشبه نيت البورتيره دايره، غير هادي فيها نجيمات شتو، لا بغيتو ديروها كبيره ولا بغيتو ديروها كاتشوكر ولا بغيتو ديروها شويه كبيره. صراحه البنات عندهم داكشي كما قلت لكم كيحمق. ها انتما البنات شوفوا شفتو كيفاش دايرين، زوينين. وديك الساعه تعرف قولوا لي شنو هو اكثر حاجه عجبتكم في هذا الهول كامل اللي كنوريكم. حسيت البنات كاين اليوم واحد البرد كيطير. انا كنت كنسجل لكم هذا الصباح في الفلوغ عشان المود ديال البرد. واو هذه البنت كتحمق هذه، استنى نوريها لكم. المهم كتجي بحال هكا مقاده، ونوريها لكم مقاداش كتجي بحال هكا. المهم انا حاولت ناخذ داكشي سامبل لانه الصراحه كيجي مع كلشي و كاين حتى مع ستيل ديالي، كتجي بحال هكا وكيجي هذه كتجي بحال اللي قلتو في الجنب والنجيمه كتجي في الوسط. غنشوف واش كيتحرك ولا لا. المهم بحال اللي قلتي كل حاجه حطينا في بلاصه، كاين هاد القليه بالنجيمه وعدد الحجيرات، يعني واحد ستيل اللي هو كما كتشوفوا مختلف شويه على اللي موالفين كنشوف. شفتوا صراحه غزاله كتجي سامبل من هنا كتحمق. وكما قلت لكم انا تجربتي انا دابا اللي جربت وخليتها بزاف في يدي هي هاد البولسيره هادي، يعني ما كيمسخوش دغيا. ودابا غندوزو البنات الحلقات، خديت معندهم هاد الحويقات هادو، كنتمنى ما يكونش كيبرزكم البرد لاني حفات حال الباب. هاد الحلقات البنات هما عجبوني كيفاش الستيل ديالهم داير غزال. هاوريهم لكم هانتوما البنات، شوفوا حكموا كيحمقوا ومن اللور دايرين بحال هكا. ودابا غندوز البنات الخويتمات او الخاتم، يعني كلشي الخواتم ديالهم البنات كيجيو في البلاستيكات بحال هكا. دابا غادي نفتحهم باش ما يجيش الفيديو طويل ونوريهم لكم.
واخيرا هذا اخر واحد احنا غنفتح ونوريو لكم. كما قلت لكم بنتو فرتي البرد اليوم كنسجل لكم في الفلوق والبرد كيطير لي هادي على وجهي بحال هكا. المهم نعاود لكم واحد البرد اللي كتحرك من بلاصتك ما كتبقاش شاده. قلت لكم في الفلوق يمكن هاد البرد هذا غيوصلني للمغرب هاد المره. فابور نبداو باول خاتم اللي كيحمق البنات هو هذا. غنشوف شنو هاد الطبعه ما فهمتش يمكن ندير لكم واعر واعر واعر. شوف البنات على خويا بشحال كيحمق غنديروا لكم باش تشوفوه مزيان. معرفش مصبع ندير. مهم هانتوما البنات شفتوا كيحمق كيجي سامبل من هنا شفتوا. ونشوف واش كيتوسع حقاش كما قلت لكم ما فتحتوش كنظن سي الا درتوه مثلا حتى في الكبير. هذا اصلا انا اكبر صبع عندي. المهم كيحمق كاين هذا كاين هذا اللي كيجي بهاد هاد الفورمه هادي. شوف كيحمق عرفتي انا عجبوني جاوني يعني شيك بحال تقدروا ديروهم يعني بحال هكا. البنات اللي كيعجبكم ديروهم غير هنايا تقدروا ديروه مثلا كخاتم عادي جدا بحال هكا يعني كل واحد وديك الساعه والذوق ديالو. من رقاقين يعني صراحه السامبل كما قلت لكم كيجيو شيك شيك ديروهم في نهار على نهار ولا ديروهم يعني المناسبات اللي بغيتو. وكاين هذا اللي كيجي بحال هذا هادو كلهم بالذهبي ولكن هادو بالغوز جولد. هذا بوحدو اللي خديتيه يمكن بالغوز جولد هو كيجي تقدروا ديروه هنايا كيجي بحال هكا. وتقدروا هذا سي يمكن كيقدر يتوسع كيجي بحال هكا ولا بغيتو ديروه من هنا بحال هكا يبان مثلا سامبل من هنا ولا بغيتو تقلبوه بحال هكا كل واحد ديك الساعه والذوق ديالو. ندوز لواحد اخر حتى هو اللي عجبني بزاف اللي هو هذا كيجي سامبل سامبل ما فيه حتى شي حاجه كيفيه واحد الحجيرات صغارين ما عرفتش غادي تبدو لهم يبانوا لكم في الفيديو. شفتوا البنات كله بحال هكا يعني الدوره ديالو كامله بحال هكا هانتوما. انا في هادو البنات خديت 6 8 كنضرب لخواتهم كلهم خديت 8 يعني اغلبيتهم غنديرهم غير بحال هكا من الفوق والاخرين غنديرهم في هذا الصباح هذا لانه كيعجبني هذا. كاين هذا تا هو اللي حمقني. المهم هاد الخويت ما كلهم صراحه حمقوني جاوني سامبل بزاف نوري لكم تا هو كيجي بحال هكا كامل كامل. وصراحه ملي كتهزوه كتحسوا بالكاليتي صراحه ما كتحسوا بشي حاجه يعني غير صافي غير شي حاجه نقولوا ملي كتشري شي خاتم مثلا من السوق ولا زعما غير ديري نهار صافي وخسر لا يعني تحسب اكسسوارات ديال الكاليتي غير هما خصكم تحاولوا عليهم كيف ما قلت لكم لانهم ماشي ذهب يعني ضروري تحافظوا عليهم. اخر خاتم البنات من عندهم هو هذا اللي هو كيحمق عرفتي رقيق بزاف. شوفوا شوفوا عرفتي رقيق بزاف وهذا الشيء اللي كيعجبني انا في خواتم يكونوا يعني تقريبا ما يبانوش. شوفوا شحال رقيق شوف كيحمق كيحمقوني البنات الخواتم بحال هكا. انا ما كرهتش نلقاهم بحال هكا يكونوا ديال الذهب مثلا هذا الستيل هذا نبقى كل مره ندير واحد الكوليكسيون ديالي كل مره ناخذ واحد حتى ندير الكوليكسيون ديالي وما كنلقاهمش اغلبيه المرات ما كنلقاهمش بحال هكا صغار هانتوما. شفتوا ومن هنا السامبل كيجيو كيحمقوا شفتوا صافي غادي نخليهم في ايدي عجبوني. ودابا البنات غادي ندوزو ونسالينا من هاد المحل هذا اللي قلت لكم غنخلي لكم تاوكو شي بلا باغ ديال نابغ دانفو يعني خانه الوصف. غندوزو لطاردو. طاردو هي هاد المحل هذا البنات تاو غنخلي لكم السميه ديالو هنا. وكيوصل كلشي البنات في البلاستيكه ديالو والمبالج ديالو مزيان حتى هما هادو كاملين هاد ديزاكسيسوار البنات كيوصلوا يعني في ظرف كيف ما قلت لكم الا تعطل 15 يوم ما يفوتوهاش. خديت معهم هاد الحويقات هادو ديال النقره هادو البنات سيما نقول لكم نقره راه نقره يعني نقره ماشي زعما غير مشلين سينو نقره. هادو البنات راهم نقره كيجيو سامبل يعني دائرات بحال هكا زوينين سامبل على حساب نهار على نهار. وهذا ولا بانت لكم مثلا وصل لكم شويه كحلين حقاش اصلا هادو لو شويه كحلين حكوهم غير بالسينيال وصافي كيرجعوا يعني نقره صافي. انا غنوريكم واحد السلسله اللي هي اصلا كنديرها وكندوش بها وكلشي صافي تنقات اصلا وصلتني شويه كحله غير تبقى كيقيسها الماء صافي ويتولي النقره صافيه يعني قالوا لي مع الصهد وداكشي كيتكحلوا شويه يعني هذا الا بقيتي ملي كتكوني انت تستعمليهم وصافي كيقيسهم الماء كيتنقاو. مثلا بغيتو تستعملو اول نهار غسلوهم غير بشويه السينيال صافي كيتنقاو شي ولو زوينين. هذه اول حاجه البنات خديت مع عند طاردو. غندوزو لتاني حاجه هما هاد الحويلقات هادو كنت وريتهم لكم فواحد الفلوق فاش بديت نمشي الاسبوع. المهم كلشي كيجي في الباك ديالو كما قلت لكم كيجيو في بلاستيكات كل حلقه كل حويلقه بوحدها مي دابا حيتهم باش نوريهم لكم ما يجيش الفيديو طويل. كيجيو بحال هكا من داك النوع اللي ما كديريه كيجي بحال يشد البلاصه كامله ديال الودن البنات كما كتشوفوا كيجي بحال هكا شفتوا هادو تما نقرا البنات. ندوزو لحاجه اخرى هما هاد الحلقات البنات هادو تما كيجيو بحال هكا كما قلت لكم حتى هادو راهم نقرا.
كيجي بحال هكا، تقدروا ديروا هاد الجوين جنيوحات هادو بحال هكا، وتقدروا ديروا تحيدوا الجناح، تحيدوه لحقاش كيتحيد لانه كيجيو بحال هكا. كتجي الحلقه هي هذه، الحلقه البنات هي هذه، كتجيبوا الحلقه وكديروا هنايا وكديروا في ودنيكم بحال هكا صافي، كتسدوهم. يعني تقدروا ديروه بحال هكا، نهار مثلا بغيتوا ديروا غير الحويلقات ديروا غير الحويلقات ديالكم، ما تحتاجوش ديروا دوك الجنيحات صافي، كتبقى غير الحلقه بحال هكا اللي فيها واحد الحجره كحله زوينه كتحمق. شبهوا لي هاد الحويلقات بحال الشكل ديال باندورا البنات، لا مارك باندورا اللي كنتو كتعرفوها. ندوزو لحاجه اخرى البنات، من عندهم هما هاد الحلقات، كثر لي من عندهم حلقات. هاد الحلقات هما نفس الكونسيبت ديال الاخرى اللي وريتكم، غير هما ستيل اخر كما كتشوفوا كيجيو بحال هكا. تقدروا ديروهم بهاد، نوريكم، تقدروا ديروهم سامبل بحال هكا غير بهاد العود هذا، يجيو هكا ولا هكا كما انا كيعجبوني يجيو بحال هكا عرض. ولا تضيفوا لهم هاد الوريضات، تضيفوا لهم كيجي واحد ستيل يعني مختلف على العاده ديالهم، يعني على كيعطي واحد ستيل مختلف، تقدروا يعني ديروهم مختلف ستيلات. تقدروا كما كنسمي انا هاد النوع من الحلقات كنقول جوج في واحد، يعني لانه كيكون عندك هاد الحلقه الاولى ملي كتزيد هادو كيولوا بحال عندك حلقات اخرين يعني مختلفين جدا. وندوزو البنات لاخر حاجه من عند طاردو، ولكن ماشي من كل شيء يعني باقي الخير من عندهم. نيت احسن حاجه، احسن حاجه لاني منين وصلتني درتها ما حيدتش، دابا غير حيدتها لاني في عمقي ما غنقدرش نوريها لكم لحقاش كنديرها انا لاصقه، يعني كتجيني هذه الحجيره هذه هنايا، تقدروا تخليوها تجيكم شويه واسعه هنا، ولحق انا كنديرها هنا كتجي بحال التشوكر كتجي كتحمق. عندي اصلا ديال الذهب ديالي اللي كنديرها دائما تقطعات لي مؤخرا للاسف، ولهذا ما وصلتني هذه درتها في المنصوب ديالي، وصراحه واعره، عرفتي داك اللون ديال النقره البنات اللي فيها بحال الذهب الابيض، باش نوري لكم ديك النقره الصافيه كما قلت لكم، راه الماتيريال ديالهم كله مخدم هكا، خصكم غير تحكوه بالسينيال صافي. ها انتم اصلا سولتني واحد البنت على النقره، هاي البنات النقره ولا بتاخذوا خدها من عند هادو، راه عندهم زوين هاد الطاردو، وحتى سايو سيمي دابا نوري لكم من بعد. شفتوا البنات كتجي هاد الحجره كتحمق، شوفوا عرفتي كتبري، عرفتي ملي كديريها البنات فهم كتجي واعره واعره واعره، شفتوا. وتا هي في نفس القضيه، انا كنديرها مزيره كنديرها هنايا في هذا، باش كتجي كتشوكر كتجي كتحمق البنات. انسالي الفيديو غادي نديرها الله حيت غير دابا بدلت الزيف لانك دايره لي بزاف كحل وبدلته باش ما نبدي ما نبانش نجيكم غامقه الكحل بزاف في الفيديو. ودابا البنات غادي ندوزو مع عند سايو سيمي اللي هما نفس الشيء مع النقره، عندهم داكشي زوين صراحه. خديت من عندهم هذا الخاتم هذا، حتى هما كلشي كيجي البنات في بلاستيكه وكلشي مقاد، كيجي بحال الشكل ديال التاج ولا ما نعرف، المهم كيجي بحال هكا، تا هو تقدروا توسعوه تقدروا ديروه واسع تقدروا تخليوه على قدو، يعني مثلا بغيتو ديروه في مثلا ما تخافوش من ناحيه الطايه، نتوما شفتوا يعني كيجي واعر. تا هو ستيل ديال باندورا اللي كان كيعجبكم البنات، لا مارك باندورا، هذا ستيل ديال باندورا. كاين عند خديت من عندهم هذا، كنسد البنات الحاجه لحقاش الا خليتهم هنا مفتوحين غتجي دانيا غادي ترون. ثاني حاجه اللي خديت كما قلت لكم كل حاجه البنات كتجي في البواطه ديالها، هو هذا الخاتم نيت هو كيجي بحال الضفيره، هانتوما غنديرو واش تشوفو كيجي بحال هكا مضفور كامل، شتو تاهو كيحمق البنات صراحة. هاد المرة كلشي اللي خديت من عندهم عجبني 100%، حمقني داكشي صراحة، يعني ستيل ديالي. واخا واحد الخاتم من طاردو تضر ليا معرفش فين، واش حطيتو في بلاصة ميوصوني، واش طاح ليا من البلاستيكة معرفتش، من قبيلة وانا كنقلب عليه غير باش نشارك معكم نوريه ليكم، هو نقرا ما عرفش يمشي له والله ما عرفت. حاجه اخرى اللي كنت سمعت سايو سايمير البنات هما حويلقات عاوتاني اللي هما هادو، نوريهم لكم كيجيو بحال هكا، تا هما فيهم الحجيرات كيلمعو كيحمقو، تا هما داك ستيل كيما قلت لكم ستيل ديال باندورا، كيجيو هادو بحال هكا قفالات ديالو عاديين، وتا هما نقرا البنات. واخر حاجه من عند سايو سيمي هي نشوف حولقات حتى هما من عندهم اللي هما هادو، هادو تما درتهم نهار السبت مشيت عند ماما درتهم، كيجيو كيحمقوا البنات كما قلت لكم، تما نقرا كيجيو بحال واحد الدائره فيها الحجر يعني كويرات صغار، وكاينه نجمه والسدادات ديالهم ديال ديما العاديين اللي كتعرفوا ديما وصافي.
كنوريكم لي ديتاي كاملين باش تشوفوهم يعني مزيان. الناس بغاو يشريوهم ولا هذا كاين اللي ما كيقتنعش بالصوره ديال اللي كيكون حاط البائع في البروفيل ديالو، لهذا كنحاول ديما نوريكم كلشي. المهم دابا بالنسبه لهادشي ديال طارد وسايو سايمي يمكن نوريكم البنات كلشي. المهم الا نسيتي حاجه غتلقاوها في ليليان، نقدر حقاش هكا نسيتي شي حاجه صراحه ما عرفتش شنو هي. المهم الا نسيتي حاجه غتلقاوها في اللينك في التحت. ودابا البنات غادي ندوزو لايمانكو اللي تاهما عندهم لي اكسسوار تاهما كيحمقو. هما هذا سميت المحل هو هذا، او كيجي كلشي بهاد البلاستيكه هذه بحال هكا كتجبدو بحال هكا. صراحه ثاني هادو لو بتعطي شي هديه شي وحده البنات شفتو كيجي فهاد الباكيتي مقاد مصاوب ما عليكم، تيجي يعني تعطيو الهديه مكموله. كيجي بحال هذا بحال التشوكل كيجي بحال هكا، ومن هنا كيجي ثاني طويل وكتجي هنا الطبعه ديال ايمانكو. شوفوا لو هادزكا وتقدروا ديروه طويل ولا ديروه كاتشوكر، انا كيحمقوني هادو كاتشوكر البنات. شفتو كيفاش داير؟ كيجي عندهم هذا. ثاني حاجه هو هذا، شوف البنات هذاك تحمق هذا الكورميطه هذه ديال يدينا البنات. شوف في هذا القليب وخديت السلسله بحال هذا بنوريها لكم، وتا هي نفس الحاجه يعني لا بغيتي ديروها طويله ولا بغيتي ديروها قصيره يعني على حسب اللي العبر ديال اليد. وكلهم كتجيبيهم هنا الطبعه ديال ايمانكو هنا في هذه البلاصه هذه. شفتوا البنات كيحمق كيجاكم من هذا الشيء كله. بغيت نقول لكم دابا ما وصلنا هنايا، اكيد البنات اللي بقاو حتى نص الفيديو هما المتتبعات الوفيات اللي كيبغيوني كل شيء يعني يعجبهم المحتوى ديالي، وهاد البنات هما اللي بغيت ندير لهم هذه المسابقه ان شاء الله. ما غنقول لكمش بالضبط شنو هما الحاجات اللي غندير لكم لاني غنجمع لكم بزاف الحاجات بالحق سي غنجمع لكم هاد الحاجات من هاد لي زاكسسوار يعني اكيد اللي غيكونوا جداد ما عمري استعملتهم ولا قصتهم، غادي نخبيهم على حسابكم وغادي نبنوا بدال نوجد لكم واحد الجيف اواي بمناسبه 100,000 هنا في هاد القناه، لان الحمد لله باقا لنا 20,000 نقدروا نوصلوها في اي وقت. وبقى ليا ما نعرف ديك الساعه وصلنا 100,000 في القناه و 50,000 في الانستغرام غيكون يعني واحد المسابقه اللي هي في الانستغرام على حساب انستغرام ويوتيوب. الا وصلنا يوتيوب قبل نقدروا نديروها غير في يوتيوب، ولكن كنظن انه غنوصلوا 50,000 في انستغرام قبل بالحق المسابقه غادي تكون ان شاء الله ملي نوصل 100,000. لهذا غنحتفل بجوج حاجات 100,000 في يوتيوب و 50,000 في انستغرام ان شاء الله. لهذا ان شاء الله هذه المسابقه غتكون البنات اللي مشاركين في القناه البنات الوفيات اللي دائما كيدعموني بلي لايك بالتعليقات يعني الناس اللي كيبغوني اللي باغيني زعما كيبغوني وكيبغوا المحتوى ديالي. المسابقه غادي تكون اليوم وكيف ما قلت لكم غادي يكونوا منتجات من هذا الشيء من نصيبكم ان شاء الله. وان شاء الله ملي غادي تكون المسابقه غادي نعلمكم هنا وغادي نعلمكم ان شاء الله في الانستغرام. وديك الساعه الشروط كنظن ما غيكونوا شي شروط غير انكم تكونوا من صحاباتي العزاز. وصافي غندوز لحاجه اخرى البنات من عند ايمان كونيت. كما قلت لكم كل حاجه كتجي بلاصتها، هادشي اللي كيعجبني عاوتاني عندهم. هذه البنات حتى هي بولسيرا اللي كتجي بحال هكا، غادي نجبدها هذه بلاصتها باش تشوفوها مزيان. كتجي بحال هكا البنات شفتوا بحال هكا، وعندها حتى هي هذا الا بغيتي ديروها صغيره ولا ديروها طويله على حسب كل واحد شنو كيبغي. لهذا المتتبعات ديالي الا كانت يديكم صغيره ولا كبيره ماشي مشكل غايجيو قدكم. الحاجات اللي غادي نختار لكم ان شاء الله. حاجه اخرى البنات اللي عندهم هي هاد السنيسله هادي لا غورميطه يا ربي غورميطه سمحوا لي، حتى هي اللي فيها هاد الحجيره كتلمع هكا تشوفوا. انا اختاريت اللون الابيض باش يجي مع كل شيء، ونفس الشيء من هنا يعني باش تجيب القياس ديال كل شيء. وما تنساوش البنات بلا ما تدخلوش وتقلبوا يعني الا عجبتكم شي حاجه من هنا غتلقاو كل شيء في لاباغدان فوصاف. ديك الساعه دخلت تماك وشوفوا ما عجبكم شي حاجه انا ما شتاش ولا اكيد ما نكونش خديت كل شيء. اكيد تعجبكم شي حاجه اخرين. وكاينه هاد هذه هي السلسله اللي قلت لكم جات مع الكورميطه، ما جاتش مع بعضياتهم انا اللي اختاريتهم يعني مع بعضياتهم حقاش شفت كاين عندهم السلسله وكاين عندهم الكورميطه، لهذا اختارتهم بجوج باش يجيو اونصومبل. كتقال اونصومبل البنات بالفرنسي راكم عارفيني. ما عندي مع الفرنسي بزاف هذا خلا صحه. وندوزو للحاجه الاخرى عندي ترونت هنا ما عرفتش شنو فتحت شنو اللي خليت. ندوزو لحاجه اخرى هي هاد السنيسله هادي صافي انا استعملتها البنات البنات هادي كيجيو فيها كتشبه هذيك الاولى اللي وريتكم ديال المحل الاخر، كيجيو فيها نجيمات وكيجيو فيها هاد الحجرات هنايا، وتا هي تقدروا ديروها تشوكر وتقدروا ديروها كسلسله كبيره على حسب ما كتجيش كبيروش كبار بزاف ماشي يعني ما سو ماينوس بلاتي تيجي بحال هكا.
بنت اللي كيعجبكم هاد الاكسسوار هادشي عندهم كيهمو. حاجه اخرى البنات هو اكثر حاجه عجبتني وريتها لكم في الفلوغ هي هذا اللي كيجي بحال تشوكر محمقني البنات هاد الستيل انا محمقني يعني كيجي بحال هكا كيجي بحال واحد الكورميطه اللي هو كيشوف ما كتشوفوا من داك النوع ديال السناس اللي ما كي مهم كيكون بحال هكا شفتوا كيفاش ديال الماتيريال ديالو ما عرفتش كيفاش نشرح لكم كيجي لاصق على العمق وتيجي صراحه إليغانت يعني كيجي انيق كما كتشوف حتى هو فيه هذا الا بغيتو ديروه شويه طويل الحق هذا كيعجبني انا حتى نجي لاصق لانه الستيل ديالو باش يجي لاصق صراحه ما عرفتش كيبان لكم مزيان بان لكم عملت مزيان ياك عرفتي انا كيعجبني نخلي كلشي يبان لكم مزيان باش تاكدوا شوف كلشي على عينيكم لحقاش انا فاش كنت كنتفرج باقا تنعقل في اليوتيوبرز كانت شي وحده كتجي كدير ديك اللعبه ديال هاد البنات هاد عرفتي كنتفقس كنقول اوف ما كتخليش حتى الوقت فين نشوف هاد البرودكت ولا لا لان دابا كنطول لكم الفيديو كناخذ راحتي باش تشوفوا كلشي على خاطركم واخر حاجه البنات اللي كنظن ما نسيت حتى شي حاجه واخا انا حاسه نسيت شي حاجه ولكن لنسيت شي حاجه مضره ليا راه غادي تشوفوها في ليان كما قلت لكم هي السلسله اللي درتها وشاركتها معكم في الانستغرام كما قلت لكم البنات هادو ديال ايمانكو هما غير اكسسوارات يعني عاديين كيكون عندهم ستيلات زوينين اثمنه مناسبه والاستعمال واحد المده وصافي كيخسروا ما كيبقاوش زعما مقادين خصوصا الا بقيتو دايرينهم كتحيدوهم شدوش ما كتحيدوهمش يعني مورا الاستعمال كتعرقوا داكشي اكيد غيمشي ليهم اللون ماشي بحال يعني واخا كما قلت لكم هادو بعدا ديال هاد المحل الاول اللي خديت مع عندهم فين السنت مشات لي تحت هادو انا كما قلت لكم هاد الكورميطه خليتها مده طويله في يديا وقع لها حتى شي حاجه حاوتي عزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم بغيت نجاوبكم على واحد السؤال اللي انا تفكرتو سولتني واحد البنت عليه في لي فلوغ هو واحد السؤال هو عواطف واش عندكم الذهب رخيص ولا غالي بحال تفكرت ملي شفت هذا الشيء جاني بحال الذهب هنا قدامي وانا نتفكر هذا السؤال هذا اللي سولتني عليه هذه البنت وبغيت نجاوبك بالنسبه للذهب البنات بعدا اللي يلاه جاوا لهنا وما عارفينش هنا كما كتعرفوا البنات اللي عايشين هنا اما كيف ما كتعرفوش البنات اللي ما عايشينش هنا كاينين محلات خاصة كيبيعوا الذهب المستعمل يعني مورا مولات الكريسيس يعني أزمة ما كانش دوك المحلات هادشي يلاه جيتي ولكن بعد بداو كيبان لك محل هنا محل لهي محل في المدينة الأخرى يعني محلات اللي كيبيعوا الذهب المستعمل يعني دابا تحزيتي انت على ذهبك كتمشي تبيعيه وكيعطوك واحد كتبيعيه بثمن رخيص أكيد ولكن هنا كيتباع تقريبا من ما بقاش صراحة شحال هادي كانت تتباع ب 27 أورو للجرام دابا ولا حتى 36 أورو للجرام يعني انت وزهرك تقدري تلقاي 31 غرام 32 36 غرام يعني الا شريتيه من البلايص ديال الذهب المستعمل ولكن اكيد ما غتلقايش جميع المنظرات اللي غيعجبوك لهذا تقدري الا بغيتي تخبي غير الفلوس تشري من عندهم لانك صراحه كتوفري اما الا شريتي الذهب جديد البنات الذهب هنايا ما كيتباعش الغرام هو كيحسب لك الغرام تقريبا كنقال لي واحد المره الذهبي الى 46 اورو للغرام يعني عاده باش كيتحسب الموديل يعني تقدر شي موديل فيه الخدمه بزاف فيه الحجرات صغارين وخصو يعني الخدمه الدقه في الخدمه النقش المهم على حسب الموديل كيتزاد عاوتاني كتحسبوا الغرامات وكيتزاد ثمن اخر لهذا تقدري مثلا عند الذهبي تلقاي سلسله عاديه يعني خفيفه ما تكونش واصله حتى 2 غرام يقدر يبيعها لك بزاف غاليه بالرغم ملي كتمشي محلات بحال هادو كيحسبوا لك الغرام واخا حتى هما شي وحدين ولاو كيتفننوا كيقول ديك اللعبه ديال نو انا ما كنبيعش الغرام كنبيع الموديله ولكن نورمالمون هاد المحلات داروا واش كيبيعوا الغرام ماشي الموديل لان هما اصلا كيشريو داكشي مستعمل وصافي البنات هادو هما الاثمنه ديال الذهب هنايا في اسبانيا كنتمنى نكون جاوبتكم على هاد السؤال ديالكم الحمد لله عملت تفكرتوا سينو كنت غادي نتفكروا ما انت بايطيح عليا انا نجاوب على هاد السؤال لهذا ملي شفت هادشي تفكرت وقلت نجاوبكم باش تعرفوا تقريبا لهذا الا كنتو باغيين تشريو الذهب باش تخبيو فلوسكم ولا حتى تقدروا تمشيو عند هاد المحلات تلقاو شي حاجه تعجبكم غير هو ما كتلقاوش لواحد البريادات كبيره مثلا كنتو حاطين عينيكم على شي كورميطا على شي سلسله ما غاديش تلقاوها تماك خصوصا الا كانت شي حاجه يلاه خارجه لامود بالحق تقدروا تلقاو مثلا تماك يا اما حاجات باش تخبيو فلوسكم يا اما تمو زهركم الا بقيتو كتمشيو مره مع ديما كيدخل جديد تقدروا تطيحوا على شي حاجه اللي كانت عاجباكم شحال هذا وتلقاوهم عندهم وطلع لكم صراحه رخيصه بزاف على انكم تمشيو مع الذهبي لانه الذهبي صراحه هنا جديد كيبيعوا بالغلا والكناف يعني غالي بزاف 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 صافي صحابي العزاز هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم ما تنساوش اللي عجبكم ديروا لايك من القلب بوسه كبيره لكم وغادي نخلي لكم كلشي انفورماسيون ديال هادشي في لا باغدان فو نسيت شي حاجه بغيت نقولها لكم ونسيتها غنخلي لكم تاي في الانفورماسيون تهلاو فراسكم بزاف 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 وباي باي عليكم بوسه كبيره.